السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. المهم اول حاجه بعدا شد لويز، راه الحمد لله راه ولا بخير، راه معانا نيت دابا وخرجات ليه راه نيجاتيف في التحاليل ديالو. المهم الحمد لله راه بخير. دابا غاديين الطريق، شادين الطريق غاديين عند عم لويز ومراته، لحقاش مرات عم لويز عندها عيد ميلاد ديالها، وغادي نمشيو نباركوا ليها، ولكن الحفله غادي نديروها غدا ان شاء الله عند دار جدود لويز، وغادي نصورها معاكم طبيعة الحال ان شاء الله، وغادي نمشيو عندهم دابا ونشوفوهم ونباركوا لهم. المهم خلوكم معنا، ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله نتقداو داك الشيء ديال الحلال. راكم عارفين، راك نقول لكم راه ديما كنمشي تقريبا 20 يوم 15 يوم كنمشي نتقدم لهذيك البلاصه. أصدقاء، هذا العم ديال لويز بغى يعطيني هاد السيوف هذا. الأصدقاء عارف اللي كنتفرج في أفلام بزاف وبغى يعطيني هاد السيوف، لحقاش هانتوما راه عنده هادو كيبانو لكم هنايا. موفي بريبليك هزيزا فروم كيل بيل، هادو ديال لواحد فيلم سميتو كيل بيل. هذا الأصدقاء وبغى يعطيهم ليا هادو، وعندو هذا هاو. شو هذا تاهو كيدير واعر هذا، هادو ديال بصح الأصدقاء، راه ماشي ديال بالعاني ولا راس قال مسكين. بغى يعطيني هادو دابا، اش كيدير هذا؟ جوج بغى يعطيهم ليا. شو هذا كيدير ديزاين ديال الأصدقاء ساموراي؟ شنو بزاف هذا الأصدقاء. شو هذا الأصدقاء؟ ترى بزاف. شو هذا كيدير؟ اليد ديالو هذا واعر هذا الأصدقاء. مسكين بغى يعطيهم ليا، قال لي اجي صور هادو. قلت لي ماشي مشكل، هادو عرفتي عجبوني هذا الصراحة. تا خطر. اوه تا تقال الأصدقاء. واو واو راه بعد عليا. اوه يا شو الديزاين اللي فيه باش عرفوا بأن دوري جين قالك. واه ترى ثقيل ثقيل والله، ثقيل الأصدقاء. اش كيدير؟ كان هذا طيح ترى بزاف. هذا شي واعرين هذا تا هما. شو هذا الديزاين ديالو؟ هذا كاين الثاني هذا. Is it the same face I have this one? No, this one is. That one is. It's not from that movie. So that's Bills with the devil. Right. Yeah. And this one is the woman with the lion. Ah, في جوج ديال الديزاين الأصدقاء. هذاك شنو هذاك في جوج ديال الشيطان. هذا في هاد الديزاين هذا اللي كيبان لكم هو هذا، هو بالمقلوب هنا. هو اللي كاين هنا ديال الفيلم نيت. خداهم هادو ويعطيهم ليا. هذا راه بزاف هذا. داكشي ديال جيم اوف ترونز خطير، هذا خطير.
مو مع الأصدقاء. يلا خرجنا من عندهم دابا حاليا وغنمشيو نتقداو. هذيك البنيه اللي بانت لكم هذيك الدريه الصغيره اللي كانت معاهم هذيك راه ماشي بنتهم، راكم عارفين ما عندهمش الاولاد، والحفيده الوحيده اللي كاينه في العائله هي اميره. راه قلت لكم شحال هذيك غير بنت اخوها مرت عم لويس، خوها عنده هذيك البنيه وجات هو يبارك لها العيد ميلاد ديالها. هادشي اللي كاين دابا غادي نمشيو نتقداو ان شاء الله في هذاك حلال شوب ان شاء الله، وعيد ميلاد ديالها راه غادي يديروه في دار جدود لويس ان شاء الله، وغادي نصور لكم داكشي كامل الا بقينا في الحياه. 6 7 8 9 10 عاوتاني اميره عاوتاني لويس الاصدقاء كيف العاده ديالها تجيب معاه الماكله دايرين بيكنيك تبع هنا. المهم الخوش راه خديت هادو للدار عندي، خديت هادي وخديت هادو كان يشوفي فيه زيد، خديت هادو للدار عندي انايا هادو كاملين، ولكن بالحق لويز اللي عزلاتهم الصراحه هادو عجبونا تبارك زوينين. هنا وهاديك قلت لكم هادا تكون في البيت ديال الاميره هادي ان شاء الله، وهادي الطوموبيل ديال لويز حتى هي غادي تكون فيها ان شاء الله. المهم هادو جينا المحل واعر الاصدقاء هنا كاين هذاك الشيء ديال عرب الخوش. المهم هادي شي عجباتني الصراحة، هادي واعرة هادي ديك اللي هز ديك اللي قبل الاول. هادي واعرة الاصدقاء هادي. اسمعني الخوش، ملي كنا كنشريو هادو كنا خلينا جد لويس في الطوموبيل معايا وخلينا في الطوموبيل. المهم خديت ثلاثة راك شوهم في الاول ديال الفيديو. المهم اللي جينا دابا هنا للدار باش نعطيوه حنايا داك الشيء ديالو وياخذوا داك الشيء، شاف هادو وهي تعجبو مع موريناش ليه في داك في الاول ملي يلاه شريناهم كنا صافي خشيناهم في بلاستيك ومشينا عجباتو دابا هادي صافي عطيتها ليه دابا هادي ياخذها تنعاود نرجعو نشري واحد اخرين ان شاء الله. وما دي عجباتو بزاف وبغى يعلقها عنده في الدار، وما دي الصراحه زوينه واخا هكاك وماشي غاليه، ماشي غاليه تقريبا ماشي شي 35 درهم هكاك شي غاليه شي حاجه. قلت لي هاك هزها خوذها. المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء، شكرا لكم بزاف، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.